رحمة الله. اليوم نستعرض معكم جهاز من شركة ديل 5000 سيريز، وهذا الجهاز تحديدا رقمه 5547، وقد أتى بشاشة LED 15.6 إنش، وهي كما ترون شاشة متعددة المهام وشاشة لمس عفوا. وقد أتى الجهاز بكور i5 4th generation، بروسيسور 3 ام كاش اب تو 2.7 و8 جيجا بايت رام و1 تيرا بايت للهارد ديسك. والجهاز كما ترون ويندوز 8.1 ويحمل وايرلس اي سي، وهو اسرع وايرلس موجود الان. على كل الجهاز كما ترون لونه سيلفر، جميل لطيف خفيف نوعا ما مقارنة يعني بالأجهزة بشكل عام. الجهاز كما قلنا أجمل ما فيه هو حقيقة اللمس، واللمس فيه ممتاز جدا لدرجة كبيرة لا تشعر فيها بأنه من الأجهزة التي كانت منذ القدم أو قديمة نوعا ما، وتأتي بشاشة تاتش سكرين كأجهزة اتش بي السابقة، ولكن هذا جهاز حقيقة التاتش فيه رائع، وتستطيع أن تعمل على شاشتين منفصلتين كما سأريكم هنا. هنا شاشة يمكن أن بيدك تستعرض أي شيء تعمل، وهنا يوتيوب أيضا يعمل بشكل ممتاز، وتستطيع أن تقوم بعمل فل وتماما تتابع عملك هنا وكأن لا شيء. حقيقة جهاز رائع جدا، يعني لا أعرف، الشاشة ممتازة للغاية وحقيقة أنا أنصح به. والشاشة كما ترون هنا واضحة جدا جدا، هذا فيديو 4K ويعمل بشكل ممتاز. هذا يعني مبدئيا أنا قد طلعت على الجهاز اليوم، وهذا أبرز ما فيه من أشياء. باقي الأشياء طبعا كما تعرفون هي بسيطة، تستطيع أن تذهب إلى الابليكيشن من 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 هنا وتستعرض وتقوم بالعمل. أيضا هناك الكيبورد، تستطيع الكتابة مباشرة على الكيبورد حسب أيضا تمرير الابليكيشن كما رأينا هنا، يعمل بشكل ممتاز. إذا أردنا أن نغير العنوان أو نكتب أي شيء، نستطيع أن نستخدم الكيبورد الذي على الشاشة، وهو حقيقة يعمل بشكل ممتاز، قريب جدا من الآيباد. شكرا لكم ولمتابعتكم، أرجو منكم عمل سبسكرايب ولايك للفيديو، وأراكم بفيديوهات أخرى. شكرا كثيرا.